هذه مجموعة الكتب التي خصصتها للقضية الأمازيغية، للثقافة الأمازيغية في الزواوة. المجتمع الزواوي في ظل العرف والثقافة الإسلامية. كتاب آخر، ثورة 1871 من خلال منظومة إسماعيل أزيكيو. الكتاب صادر عن نشرات الحبر. كتاب آخر في التصوف، الشعر الصوفي الأمازيغي القبائلي، الحاج محمد سعيد طازرو، إطلالة على الشعر الصوفي الأمازيغي، صادر عن دار الأمل بمدينة تيزي وزو. كتاب آخر، المؤرخ أبو القاسم صاد الله والأمازيغية، من الإجحاف إلى الإنصاف، منشورات الحبر. كتاب آخر، إطلالة على منطقة القبائل، صادر عن دار الأمل بمدينة تيزي وزو. كتاب آخر، الأفكار الإصلاحية في كتابات الشيخ أبي يعلى الزواوي، صادر عن دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع بمدينة تيزي وزو. عندي كتاب آخر في الشعر الصوفي أيضا، الحاج سعيد نافليق، مختارات الإنشاد الديني الأمازيغي. صادر عن دار الأمل دائما بتيزي وزو. كتاب آخر، أصفون تاريخ وثقافة، صادر عن دار الأمل أيضا. عندي كتاب آخر بعنوان الأمازيغية آراء وأمثال تيبازا نموذجا، صادر عن دار هوما. كتاب آخر مهم أيضا، بلاد زواوة من خلال نصوص الحركة الإصلاحية، صادر عن دار الأمة. عندي كتاب آخر أوضح الدلائل على وجوب إصلاح الزوايا ببلاد القبائل. هذا الكتاب لمحمد سعيد بن زكري، صدر في 1903 وأنا قمت بإعادة نشره. طبعا وضعت له مدخلا يليق بمقام الكتاب باعتباره مصدرا هاما لتاريخ معمرة زاوية عبد الرحمن اليلولي. عندي كتاب آخر أيضا بعنوان الأمازيغية وسؤال الانتماء، صادر عن دار هوما. وآخر كتاب صدر لي هو لونيس أيتمنجلات الحكيم أحداد بوال، عن دار الأمل للنشر والتوزيع بمدينة تيزي وزو.
عودة القضية الأمازيغية إلى سطح الأحداث في المدة الأخيرة عن طريق مظاهرات السلمية المنظمة التي قام بها الطلبة بالعديد من المدن منطقة القبائل. هذه العودة هي نتيجة لعدم وفاء الحكومة بعهودها، وأشرح ذلك. جاء في تعديل الدستور الثاني الذي أدرج الأمازيغية كلغة رسمية، جاء فيها تأسيس أكاديمية للأمازيغية. هذه الأكاديمية تقوم بترقية الثقافة الأمازيغية بصفة عامة، ولكن بعد مرور أكثر من عام ونصف العام ما زالت هذه الأكاديمية لم تنشأ إلى حد الساعة. وعدم إنشاء هذه المؤسسة الثقافية معناها ما نقدروش نرقيو اللغة الأمازيغية. إذن هناك مماطلة في تنفيذ الوعد. بالإضافة إلى ذلك، مناصب المالية الضرورية لتدريس الأمازيغية شحيحة وشحيحة جدا. ونزيد وأعطي أيضا معطى آخر، لماذا ظل منصب رئيس المحافظة السامية للأمازيغية إلى اليوم شاغرا منذ وفاة الرئيس محمد ويدير أيت عمران؟ هناك الكثير من الإخوة الذين لا يعرفون هذه الحقيقة المرة، لأن الأستاذ سي هاشمي عصار هو أمين عام للمحافظة السامية للأمازيغية وليس رئيس المحافظة. فالتساؤل الذي يطرحه الشارع، لماذا جمد منصب رئيس المحافظة السامية للأمازيغية؟ إذن مناصب مالية للأمازيغية شحيحة، التلكؤ والمماطلة في إنشاء الأكاديمية للأمازيغية، شغور منصب رئيس المحافظة، كل هذه الأسباب، كل هذه المعطيات اللي جاية من الواقع تؤكد على غياب إرادة سياسية للتكفل بالقضية الأمازيغية كما ينبغي. وكأني بالحكومة قد نفضت يديها من هذه القضية بمجرد إدراج الأمازيغية في الدستور، في حين أن هناك أعمال تربوية كثيرة، هناك إجراءات كثيرة يجب اتخاذها، يجب الإسراع بتنفيذها من أجل تجسيد التكفل الكامل بهذه المسألة الأمازيغية. سؤال مهم، اختزال المسألة الأمازيغية في دعاة الانفصال هو خطأ فادح. فالقضية الأمازيغية، المسألة الأمازيغية هي قضية انتماء وقضية هوية، فمن الطبيعي أن يتعلق بها الإنسان. والذين يختزلون الأمازيغية في دعاة الانفصال يتساوون مع من يختزل الإسلام في الإرهاب وفي الدواعش وفي الجية وما إلى ذلك. هذه صورة خاطئة، يجب أن يتخلص منها المواطن الجزائري. فالنضال من أجل إعادة الاعتبار للمكون الأمازيغي حق تكفله القوانين السماوية والقوانين الوضعية. فعلى سبيل المثال، عدت أنا إلى القرآن الكريم فوجدت
ما شجعني على احتضان المكون الأمازيغي، وجدت ذلك في قوله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. عدت كذلك إلى صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجدت علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه قد قال: تعلموا الألسنة فإن كل لسان بإنسان. عدت إلى الأدب العربي، فوجدت الشاعر يقول: بقدر لغات المرء يكثر نفعه، فتلك له عند الشدائد أعوان، فبادر إلى حفظ اللغات وفهمها، فكل لسان في الحقيقة إنسان. إذن القضية هي قضية مركزية، الأمازيغية هي قضية مركزية. أما فيما يتعلق بدعاة الانفصال، ففئة قليلة يجب أن لا نهون أمرها ولا نهول أمرها، تسعى من أجل ركوب القضية الأمازيغية، مثلما وجدنا في الماضي من حاول ركوب الإسلام لأغراض سياسية، وهناك من ركب الثورة الجزائرية لأغراض سياسية. فأنا أعتقد أن دعاة الانفصال يتمددون بقدر تقلص مساحة الديمقراطية. يعني بعبارة أوضح، إذا كان حبينا نقضي على الأفكار الشوفينية وعلى الأفكار المتشددة وعلى الأفكار المتطرفة، ما عندنا إلا حل واحد، وهو تكريس النهج الديمقراطي. قضية أمازيغية واحدة أم أمازيغيات؟ هو في الحقيقة نعم، هناك ألسن عديدة للأمازيغية، لكن بالنسبة للغة المعيارية هناك لغة معيارية واحدة، لأن جميع لغات العالم عندها اللهجات وعندها الألسن المختلفة. نأخذ على سبيل المثال اللغة العربية، عندها آلاف اللهجات، ولكن في نهاية الأمر عندما قرر فقهاء اللسانيات أنهم يضعون القواعد للغة العربية، خيروا اللهجة القرشية التي صارت فيما بعد هي اللغة الفصحى. فلذلك هناك بعض الإخوان يتساءلون: واش بالأمازيغية نقريوها؟ نقريو الشاوية ولا القبائلية ولا الشلحية ولا الشنوية ولا المزابية؟ لا، يعني ليس هناك خوف في هذه القضية، لأن المشترين في هذا الميدان هم بصدد بناء لغة معيارية، يعني لغة فصحى أمازيغية بين قوسين، وبدأ العمل في ذلك منذ عهد مولود معمري رحمه الله، الذي تجول في كل أقطار شمال إفريقيا، في الجزائر، في أدرا، في عين صالح، في طمنراس، في غردايا، في بن مزابوة، في الأوراس، وفي الغرب الجزائري، راح لتونس، راح للمغرب، يجمع طبعا المصطلحات والكلمات لبناء لغة معيارية. أعطي مثال، مثلا احنا في منطقة القبائل ما نقولوش الزول، هذه كلمة الزول جاء بها مولود معمري من المغرب الأقصى. ما نقولوش مثلا ثنميرث، هذه جاء بها مولود معمري من أقصى الجنوب. فلذلك اللغة المعيارية تنهل من الألسن المختلفة، وعليه ما فيش خوف، ليس هناك أمازيغيات، هناك ألسن أمازيغية، هناك لهجة أمازيغية، ولكن إن شاء الله مستقبلا تكون هناك لغة أمازيغية معيارية تأخذ من كل هذه الألسن كغيرها من اللغات الفصحى في العالم.
نعم، سؤال مهم. هناك من يتصور أن خبراء اللسان القبائلي يريدون فرض القبائلية على الجزائريين، هل هذا صحيح؟ لا أعتقد ذلك. احنا نعرف أن هناك خلفية تاريخية بالنسبة للنضال يعني من أجل الثقافة الأمازيغية، ولا يمكن أن نتجاوز الرصيد النضالي. نحن نعرف، هنا لازم نرجع شوية للتاريخ، نرجع شوية للور. فاحنا نعلم أن الأمازيغية في فترة من فترات في الجزائر كانت ممنوعة، لا يستطيع الطالب أن يدرس الأمازيغية في الجزائر، فلذلك اضطر أنصار الأمازيغية إلى الهروب بالقضية الأمازيغية إلى فرنسا بصفة خاصة، وإلى كندا وأمريكا يعني بصفة عامة، إلى الخارج من أجل التكفل بالقضية الأمازيغية. ففي تلك المرحلة كان خبراء منطقة القبائل يشتغلون بمفردهم دون التنسيق مع الآخرين. لماذا؟ لأن المناضلين يعني من الذين كانوا يناضلون من أجل القضية الأمازيغية كان عددهم قليل وقليل جدا، كانوا قلة ومعظمهم من منطقة القبائل. فلذلك العمل الذي تم خاصة في إطار الجمعية الثقافية المعروفة باسم الأكاديمية البربرية، يعني معظمهم كانوا من سكان منطقة القبائل، فلذلك اشتغلوا في الموضوع، اشتغلوا على تقعيد اللغة الأمازيغية بناء على اللسان القبائلي. فهذا واقع تاريخي، واقع تاريخي. ما ننساش أيضا أن النضال والتدافع وقع في منطقة القبائل، في حين أن المناطق الأمازيغية الأخرى ظلت يعني متحفظة إزاء هذه القضية لأسباب خاصة بكل منطقة. نتيجة لذلك وشرى وجدنا أنفسنا أن الدراسات الأمازيغية متقدمة في منطقة القبائل عن الدراسات في مثلا في غردايا أو في الأوراس أو في الشنوا أو غيرها من المناطق الأخرى. نلاحظ مثلا أن الربيع الأمازيغي انفجر في منطقة القبائل، وبالمناسبة الربيع الأمازيغي قضية ديمقراطية بامتياز. نلاحظ مثلا أن إضراب المحفظة الذي أنجب فيما بعد المحافظة السامية الأمازيغية وقع في منطقة القبائل. إذا كان شفنا اليوم يعني ريادة منطقة القبائل في تدريس الأمازيغية، هذا أمر منطقي بالنظر إلى التاريخ النضالي، بالنظر إلى تراكم الأبحاث التي شرع فيها عمار بوليفة في أواخر القرن التاسع عشر. يعني عمار بوليفة اشتغل موضوع الأمازيغية في أواخر القرن التاسع عشر، في حين مناطق أخرى لم تنجب خبراء في اللسان الأمازيغي. فلذلك اليوم بروز دور منطقة القبائل في بناء اللغة الأمازيغية هو يعني مبرر تاريخيا يعني. ولكن رغم ذلك يجب أن نتفادى بعض الأخطاء، يعني مستقبلا لابد أن يلتفت خبراء الثقافة الأمازيغية واللغة الأمازيغية إلى انشغالات الأوراس وإلى انشغالات غردايا وشرشان وما إلى ذلك. الآن يجب أن يتم التنسيق، لا يجب أن يكون التنسيق قوي من أجل إدراج هذه الألسن بكيفية منطقية. ما ننساوش كل البدايات تكون صعبة، كل البدايات تكون صعبة. ف يعني المهم بالنسبة للقضية الأمازيغية أنه شرعنا في العمل، شرعنا في تدريس الأمازيغية،
واكيد ان الاخطاء كاينه، واكيد ان الاخطاء رايحه تكون، ولكن ما يلزمش تخوفنا هذه الاخطاء. يعني اعطي مثال على اللغه المعياريه، اعطي مثال بسيط. مثلا حنا في منطقه القبائل الحاجه المليحه نقول لها ثلها. بالنسبه لخوتنا في الاوراس يقولوا يحلى، وبالنسبه لخوتنا في شرشال وتيبازا يقولوا تزعيد تزعيد تزعيد. فاللغه المعياريه ناخذ هذه الكلمات الثلاث وتصبح عباره عن مترادفات في القواميس اللغويه للامازيغيه. لذلك يظهر لي انه ما يلزمش نعطيو فرصه ربما للجهات التي لا تريد خيرا للامازيغيه باش يدخلونا يعني من هذه النقطه، واش بهم القبائل حابين يفرضوا علينا نقراوا اللهجه تاعهم وما الى ذلك، ثم ندخل في صراع داخلي. هذا اكيد انه ما يخدمش القضيه. نعم لطرح المشاكل، نعم لتقييم المسار الذي تم الى اليوم، ولكن علينا ان نفعل ذلك بعقلانية وبهدوء وبنية تصحيح الأخطاء التي وقعت في الماضي، موش بنية عرقلة الجهود المبذولة في مجال ترقية الأمازيغية. كيف نكتب الأمازيغية؟ بالحرف العربي، بالحرف اللاتيني، بحرف تيفينا. هذه الحروف موجودة، أو هذه الكتابات موجودة اليوم في الواقع. الحقيقة هذه المشكلة موضوعية ورثناها عن الأجداد. كيف حدث ذلك؟ عندنا كتابة تيفينا موجودة في أقصى الجنوب وفي صحرائنا الكبرى، لكن الأمر يختلف في الشمال عن الجنوب، لأن المصادر التاريخية أكدت لنا أن الأمازيغ كانوا يكتبون على الأقل منذ الفتح الإسلامي أمازيغيتهم بالحروف العربية. هذه حقيقة تاريخية. أعطي بعض الأمثلة. عندنا على سبيل المثال أول منجد وضع للغة الأمازيغية، وقد وضعه فونتور دو بارادي. فونتور دو بارادي هذا القاموس الأول للأمازيغية ألفه صاحبه وهو فرنسي، درس اللغات في فرنسا ثم اشتغل في وزارة الخارجية الفرنسية، والغاية من تعلم اللغات الأجنبية طبعا وخدمة مصالح الدولة الفرنسية كما هو معروف. هذا دو بارادي جاء إلى الجزائر فتعلم اللغة العربية وتعلم الأمازيغية، وكتب كتاب قاموس هذا حول الأمازيغية بعنوان غرامير ديكسيونير أبريجي دو لا لونغ بربر. هذا في 1788، يعني في أواخر القرن الثامن عشر. واش قال هذا المؤلف هذا؟ قال المؤلف هذا أن الأمازيغية قد اقترضت الشيء الكثير من اللغة العربية، اقترضت المصطلحات واقترضت الأسماء. وفي السرى دو بارادي استمرار الأمازيغية وعدم انقراض الأمازيغية بفضل اقتراضها من وعاء اللغة العربية. وهو في هذا القاموس هذا اكتب الأمازيغية طبعا هو فرنساوي يكتبوا بالحرف اللاتيني، ولكن
اكتبها ايضا بالحرف العربي الذي وجده معمولا به في كتابة اللغة الأمازيغية. عندي أيضا كتاب آخر مهم جدا وهو أوري باسي لو بربير إي سا لونغ. أوري باسي هذا فرنساوي مختص في الثقافة الأمازيغية. واش قال؟ قال في هذا الكتاب أن بعض الكتب التي ألفت باللسان الأمازيغي استعمل فيها الأمازيغ الحروف العربية. هذا أوري باسي أكد على أن الأمازيغية كانت تكتب بالحروف العربية. عندي أيضا فرنساوي آخر معروف إوجين دوما صاحب كتاب مورس اي كوتوم دو لالجيري. هذا الكتاب وضعه في سنة 1853 وله كتب أخرى خاصة بلاكابيل. وش قال؟ قال أيضا أنه زار العديد من المعمرات يعني الزوايا التعليمية في منطقة القبائل فوجد هناك مخطوطات أمازيغية مكتوبة بالحروف العربية وخاصة في زاوية بن علي شريف الموجودة في أقبو بولاية بجاية. هذا إوجين دوما أعطى هذه الشهادة. و عندنا كذلك شخصية ثقافية مهمة جدا غابرييل كامب الذي كتب كتابا مهما حول الأمازيغية بصفة عامة بعنوان البربر ذاكرة وهوية لبربير ميموار ايدونتيتي وترجم هذا الكتاب في المغرب الأقصى. تحدث فيه عن العلاقة المتينة بين الأمازيغية والمشرق بل وأكثر من ذلك يعتبر الثقافة الأمازيغية مشرقية إن شئت يعني هي الثقافة ذات جذور مشرقية وهو ما يفسر التجاء الأمازيغ إلى كتابة لغتهم بالحروف العربية. بالنسبة لنا احنا ايضا عندنا بالنسبة للمؤلفات المغاربية عندي هذا المؤلف الهام جدا اللي هو بعنوان الدليل الجذري للمخطوطات والوثائق الأمازيغية المصادر المكتوبة بالحرف العربي في منطقة سوس. هذا عبارة عن الدليل عبارة عن دليل لكل المخطوطات الأمازيغية التي كتبت بالحرف العربي. وكما ترى هو كتاب ضخم هناك عشرات من الوثائق ومن المخطوطات الأمازيغية كتبت بالحرف العربي في مجالات مختلفة. كاين مخطوطات ووثائق خاصة بالمذهب الإمام مالك كاين مخطوطات خاصة بالأدب والقصة والشعر كاين مخطوطات أخرى خاصة كذلك بالطب وبالأعشاب الطبية وما إلى ذلك. فإذا هذا الكتاب يؤكد على أن هناك كم هائل من الوثائق والمخطوطات الأمازيغية المكتوبة بالحرف العربي. عندنا بالنسبة للجزائر أيضا مكتبة الشيخ المهوب والحبيب اللي وينتمي إلى أدول ثيران ولاية الصطيف وهذه الشخصية العلمية تركت مكتبة ثرية وثرية جدا. في المكتبة نتاعو
التي يسيرها حاليا الأستاذ جمال مشهد الذي أحييه يعني بالمناسبة، وهو موجود في بجاية فيها 500 مخطوط، أقول 500 مخطوط باللغة العربية، معظمها كتب باللغة العربية في الفلك وفي الفقه المالكي وفي الأدب وفيها أيضا مخطوطات أمازيغية مكتوبة بالحرف العربي، هذه مكتبة الشيخ المهم والحبيب. عندنا كذلك بيت من البيوتات العلمية أيضا في بجاية الشيخ وعمرة، للآن مخطوطات راهي في يد الصادق وعلي الذي أحييه يعني بالمناسبة، عنده بابا عالم وجد عالم، فبيت من البيوتات العلمية عنده مخطوطات في الحضارة الإسلامية باللغة العربية، وعنده أيضا مخطوطات في الثقافة في اللغة الأمازيغية. إذا ما ننساوش أيضا قبل ذلك ابن تومر كان قد وضع كتاب العقيدة باللسان الأمازيغي وبالحرف العربي، وهناك عند إخواننا أيضا هنا في غرداية الإباضيين أو في جبل نفوسة أو في جربة عندهم أيضا مخطوطات في الفقه الإباضي باللسان الأمازيغي المكتوب بالحروف العربية. يعني حبيت نقول هذه أمثلة برضه على أن لغتنا الأمازيغية قد دأب أجدادنا على كتابتها بالحرف العربي. وأعطي أمثلة أخرى، مجموعة من الفنانين زروق علاوة، الشيخ الحسناوي، شريف خدام رحمهم الله، كانوا يكتبون الأغاني تاعهم بالحروف العربية. لذلك كتابة الأمازيغية بالحرف العربي أمر عادي جدا، هو السائد. ولكن عندما تعرضت الجزائر للاحتلال حدث شيء جديد. وش هو هذا الشيء الجديد الذي حدث في ضد الاحتلال الفرنسي؟ أولا في البداية سعى الفرنسيون إلى جمع تراث منطقة القبائل في سياق سياسة فريق تسد ديفيزي بورينيه، يعني ما نكذبوش على بعضنا البعض، فاهتمامهم بتراثنا ماهوش لسواد عيوننا وإنما لحاجة في نفس فرنسا. جدودنا أعطوا لهم التراث نتاعنا، سواء القوانين العرفية مكتوبة بالأمازيغية وبالحرف العربي. أثالي وحرزون، وأعطي مثال القانون العرفي لقرية أثالي وحرزون موجود الآن، كتب عليه هانوطو، صوروا هانوطو، جدودنا أعطوا هذا القانون مكتوب بالأمازيغية المكتوبة بالحرف العربي. هانوطو عندما قام بجمع الأشعار الأمازيغية جدودنا أعطوها له مكتوبة بالحرف العربي، لا بويزي بوبيلار دو لا كابيلي دو جورجيرا. هذا الكتاب هذا صدر في 1868، هانوطو صور الوثائق اللي عطوها له جدودنا كتبوا بها الشعر الامازيغي بالحروف العربيه، وهو في الطبعه الاولى كتبها بالحروف العربيه كما عطوها له جدودنا وزاد كتبها بالحروف اللاتينيه. مزيد واعطي مثال اخر، عندما قام لوسياني بنشر اشعار اسماعيل الزكيو وقد اشرت اليه، الفت يعني الكتاب عليه كما هو مبين، فاعترف عندما نشر هذه الاشعار في لا ريفي افريكان في 1899، واش قال في المقدمه؟ قال استلمت هذه الاشعار الخاصه بثوره 71، كل شاب تاع اسماعيل الزكيو يتمحور حول ثوره 71، فلذلك هو عباره عن ملحمه شعريه امازيغيه حول ثوره 71، وبين قوسين مرجع اساسي
لتاريخ هذه الثورة، وهو تاريخ محلي مهم جدا. واش قال لوسياني؟ قال استلمت هذه المنظومة الشعرية الأمازيغية القبائلية مكتوب من محمد سعيد بن زكري، وهو أحد المثقفي منطقة القبائل الذي تولى منصب الإفتاء المذهب المالكي في 1908 إلى 1914، وكان أيضا مدرسا في المدرسة بالجزائر. فيقول استلمت منه هذه الأشعار وهي مكتوبة بالحرف العربي. هذه شهادة مهمة جدا. إذا فحينما أدعو أنا العبد الضعيف إلى كتابة الأمازيغية بالحرف العربي، هذا موش موقف إيديولوجي، هذا موقف معرفي، لأن أجدادنا كتبوا لغتهم بالحرف العربي، لأن أجدادنا اقترضوا الشيء الكثير من الكلمات من اللغة العربية. أعطي مثال على ذلك، سيتجلى هذا الاقتراض بوضوح. مثلا قطعة شعرية ابتهال للحاج سعيد جرابي من المجتوم بلدية أقرو دائرة أصفون. وش يقول؟ أربي في كاغيد العقل رزقا بتصبر نصوح الرغد سبري نهمل أفاب كرسي اللوح ولا من بحر يهول تزقرنا أمسينا اللوح. هذا الدليل على أن الأمازيغية تأثرت كثيرا شكلا ومضمونا باللغة العربية. لكن نهار دخلت فرنسا بدأت تكتبها بالحرف اللاتيني. تقريبا منذ أواخر الثمانينات شرع الفرنسيون في تدريس اللسان القبائلي لونغ كابيل. عندنا زوج مصادر نحب نشير لهم، عندنا بلقاسم بن صديرة الذي نشر كتابا بعنوان كور دو لون كابيل 1897، فهو بنفسه في الكتاب، لأن الإدارة الفرنسية طلبت منه أن يجمع الأشعار والحكايات والقصص الأمازيغية واكتبها بالحرف اللاتيني. ولكن هو يذكر في الكتاب أنه شاهد بعض الكتب خاصة في أثيالة أمازيغية مكتوبة بالحرف العربي. إذا عندنا الفرنساويون تقريبا منذ أواخر القرن التاسع عشر وهم يكتبونها بالحرف اللاتيني. وعلى هذا النهج سار عمار بوليفا أيضا الذي كتب أكثر من كتاب فيما يخص لونغ كابيل، واستمر الوضع عليه. ثم بعد الاستقلال كما قلت نتيجة لغياب الديمقراطية في الجزائر، نتيجة للاستبداد في الجزائر، ونتيجة لمنع الجزائريين من الاهتمام بثقافتهم الأمازيغية، اضطر أنصارها إلى الهجرة إلى فرنسا وطوروها ودرسوها وقاموا بترقيتها بالحرف اللاتيني، إلى أن ظهرت المحافظة السامية للأمازيغية. وهذه المحافظة التي جاءت نتيجة منطقية لإضراب المحفظة في 94-95 تبنت الحرف اللاتيني. فهنا اليوم عندنا كم هائل من الكتب ومن المؤلفات بالحرف اللاتيني. فرانا الآن أمام وضع مشكلة موضوعية، يعني فيه من جدودنا كتبوها على امتداد 14 قرن بالحرف العربي، وظل البعض مستمر يكتبها بالحرف العربي. خاوتنا في أقصى الجنوب يكتبونها بحرف تيفينا. هناك الكثير يعني في منطقة القبائل بصفة خاصة يكتبونها بالحرف اللاتيني، وتطورت يعني بموضوعية، أقول هذا بموضوعية، تطورت أعمال ترقية الأمازيغية بالحروف اللاتينية التي صارت تسمى الآن ثم عمري. يا ثم عمري، إذا ما الحل؟ ما هو الحل؟ هل هو أن نتصادم
وأن نشتم بعضنا البعض، حاشا. يبدو لي أنا أن قضية كتابة الأمازيغية أنا أقترح ما يلي: أنا من دعاة كتابة الأمازيغية بالحرف العربي، ولكن لا أستطيع أن أنكر أن هناك من يكتبها بالحرف اللاتيني وهناك من يكتبها بحرف تيفينا. فلذلك ما هو الحل؟ أنا أقترح حل علمي، أقترح حلا علميا. أولا، الإسراع بإنشاء الأكاديمية الأمازيغية، ثم في إطار هذه الأكاديمية الأمازيغية ننشئ ثلاث مخابر، طروالهم: مخبر اللي يحب يخدم الأمازيغية بالحرف العربي، مخبر اللي يحب يخدم الأمازيغية بالحرف اللاتيني، مخبر اللي يحب يخدم الأمازيغية بحرف تيفينا. نعطيه ميزانية متساوية بين هذه المخابر، لا نعامل هذه المخابر على أساس المفاضلة، لا، نعطيه لهم كل مخبر نعطيه له ميزانية كيف كيف، نعطيه له ميزانية متساوية، ثم نخلي الناس تشتغل 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، في نهاية المطاف نقوم بعملية التقييم والتقويم، ليفاليواسيون. فالمخبر اللي جاب نتيجة علمية هو نتبعوا هذا المخبر. وأنا لا أعتقد أن خيار الخط بالصفة النهائية سيتم في جيلي. أنا أعتقد أن مهمة جيلي أنا هو أننا ننقل ما تبقى من الأمازيغية إن بالحرف العربي أو بالحرف اللاتيني أو بحرف تيفينا، على أن نترك مهمة خيار الحرف بالصفة النهائية للجيل القادم. فيما يخص قضية تدريس الأمازيغية كما جاء في السؤال، هل من مصلحة الأمازيغية أن يتم ذلك على المدى البعيد وبالتدرج أم عن طريق التسرع؟ أكيد يعني أن الذين ينادون بضرورة فرض تعلم الأمازيغية على الجزائريين في 48 ولاية، أنا لا أشاطر هذا الرأي، لأنه غير مؤسس تربويا. فكما يقال في الحكمة العربية: الإيناس قبل الإبساس، الإيناس قبل الإبساس. لا بد من اتخاذ إجراءات تربوية مرافقة لدسترة الأمازيغية، هدفها إذابة التشنج وإذابة التنافر وإذابة البغضاء الناجمة عن سنوات من الأحادية الثقافية. لذلك أنا يكفيني مثلا أن أنجح في إيقاظ الوعي الأمازيغي لدى الجزائريين في المرحلة الأولى ما يقرأوهاش. هناك مستويان بالنسبة للتدريس الأمازيغية، هناك من يملك اللسان الأمازيغي، هذا يقرأها مباشرة ما في إشكال، أما الإنسان الذي يتحدث باللغة العربية، المرحلة الأولى أولا نكسبه عن طريق إحياء وبعث الانتماء الأمازيغي في نفسه، بالعقل بالتي هي أحسن، نبدأ ونتحدث على الأدب الأمازيغي وعلى العادات والتقاليد الأمازيغية وعلى الأدب الأمازيغي والتاريخ الأمازيغي والحرب ولو باللغة العربية، ودرج بعض النصوص يقرأها الطالب في المدرسة الجزائرية ولو يعني في إطار اللغة العربية وفي إطار اللغة الفرنسية وفي إطار اللغة الإنجليزية. علاش؟ لأني أنا أدرس بودلر باللغة العربية، أدرس شكسبير باللغة العربية، ما المانع في المرحلة الأولى أني نقرب الأمازيغية للجزائريين عن طريق الترجمة. وفي هذا السياق أنا قمت بترجمة أعمال لويس أيتمان جلاد، وهو فنان متميز، شاعر متميز، إلى اللغة العربية، والغاية هو بناء جسور بين الأمازيغية وبين
العربية، لأن العلاقة يجب أن تكون علاقة تكاملية. ففي هذه يعني النقطة أنا القضية أتصورها بهذه الكيفية. ما نتسرعوش. وحاجة واحدة أخرى، هل نملك الموارد البشرية التي تمكننا من تدريج الأمازيغية للجميع؟ يعني ما نكذبوش على بعض البعض، بصراحة ما عندناش هذا الإمكان. فلذلك خلينا نروحوا على مراحل. هذا ما يعنيش أننا ما نخلقش مناصب مالية هنا وهناك. نعم، معليش نخلق مناصب في الشرق، في الغرب، في الجنوب، في الوسط، ولكن نخليه القضية اختيارية في المرحلة الأولى، وبمرور السنوات أكيد أنا هنا تحضرني حكمة قالها محمد الغزالي. وش يقول؟ الإكراه على الإيمان لا يصنع إنسانا مؤمنا. لذلك أنا أقول الإكراه على التعلم الأمازيغية لا يصنع مواطنا يعتز بأمازيغيته. فنروحوا بالأقل في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. الرأي القائل بأن السلطة لم تستشير الشعب في ترسيم الأمازيغية، بصراحة متى كانت السلطة الشمولية المستبدة في الجزائر تستشير الشعب؟ متى حدث ذلك؟ بالأمس البعير أخذوا السلطة عنوة وأبعدوا الحكومة المؤقتة للثورة الجزائرية دون استشارة الشعب. أسسوا الدستور في السينما ماجستيك دون استشارة الشعب. فرضوا في مرحلة من المراحل الاشتراكية كقرار لا رجعة فيه دون استشارة الشعب. تراجعوا عن الاشتراكية دون استشارة الشعب. باعوا المؤسسات العامة دون استشارة الشعب. أخي المشاهد، يعني أنت الآن تتذكر غير ترسيم الأمازيغية دولة لم تستشير الشعب؟ وفي الحقيقة لغة الأمومة، خلينا نتفق على حاجة، لغة الأمومة لا يجري عليها الاستفتاء أبدا. لغة الأمومة الانتماء لا يجري عليها الاستفتاء. ولو عندنا أطلال، إذا كانت عندنا أطلال ترمز إلى الأصالة تاعنا، علينا أن نحافظ عليها وأن نعوض عليها بالنواجذ. الأمازيغية في شمال إفريقيا كنخل في صحراء. الأمازيغية في الجزائر كزيتون في القمة الشماء. فهل تغتال الصحراء نخيلها؟ هل تغتال الجبال زياتينها؟ وهل يغتال الاستفتاء أصالته؟ قضية نمط الدولة، هناك من يدعو إلى الانفصال، وهناك من يدعو إلى الاستقلال الذاتي، وهناك من يدعو إلى النظام الفيدرالي. أنا أعتقد أن النظام الحالي، أي الدولة المركزية، الدولة اليعقوبية، الدولة المركزية، هو نظام صالح لنا في المستقبل، لأن هذه الأنظمة الأخرى المذكورة لا تناسب وعي المجتمع الجزائري. بناء أو إعادة بناء الدولة الجزائرية ما عندوش مدة طويلة. فلذلك النظام المركزي هو الذي يحفظ لنا الوحدة، لكن بشرط أن نطعم النظام المركزي بالديمقراطية، وذلك بالانتقال إلى الجمهورية الثانية أساسها مجلس تأسيسي يضع دستور بناء على السيادة الشعبية، التداول على السلطة، فصل السلطات، استقلال القضاء واستقلال الإعلام وما إلى ذلك. الكلمة الأخيرة باختصار شديد، علينا أن ننقذ الأمازيغية من الإيديولوجية الضيقة التي تزرع الأحقاد والضغائن بين الجزائريين. اجمعهم الوطن.
جمعهم الدين، جمعهم الجغرافيا والمكون الأمازيغي. وعلينا أن نسند أمر ترقية الأمازيغية للعقلاء وللخبراء وللأكاديميين الذين يستطيعون أداء هذه المهمة بهدوء. وآخر كلمة أقولها، الأمازيغية لنا والعربية لنا والجزائر تسعهما. ثاني مرة، شكراً.